تمام كده؟ تمام. انت اول ما بتفك البطاريه بتبقى عايز تفحصها، هتفحصها باي جهاز؟ بالجهاز الجرس. لا جرس، لا 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 جهاز، لا مو جهاز، الفي 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 وبشرطه. الله يفتح عليك، لن يكون زيد يعني، الله يفتح عليك، يكون على 20. تمام، الفي وبشرطه يكون على 20. نمسك كده جهاز جهاز كده، تعال بص النهارده نمسك الجهاز ده ونفك الايه الفلاتة عشان ترتب واحد واحد. بصوا كده خليكم معايا، بنفك الفلاتة بالبلاستيك، بنفك الفلاتة بايه؟ بعدين انتوا تعالوا بنفك الفلاتة بالبلاستيك. الله يكرم الشيطان. نعم، بنفك الفلاتة بايه؟ بلاستيك. طيب بالبلاستيك، بالبلاستيك سهل علينا. ينفع نفكها بصاجة؟ لا، عشان حتى ما تعمل التماس، تعمل معانا ايه؟ التماس. التماس الصاجة ما ينفعش، ما ينفعش نفك في الفلاتة بصاجة، تعمل التماس. لكن فكها بالايه؟ بالبلاستيك. لما فكينا الفلاتة بالبلاستيك بنعمل ايه؟ نفحص، نفحص بالافوميتر. تمام؟ الحين هذه الفلاتة، اي دي فلاتة البطارية. تمام تمام، بنفحص ايه؟ البطارية. البطارية عندنا رقم كم؟ البي 20. الله يفتح عليك، ادي رقم 20. عندنا ايه؟ الموجب وعندنا السالب. لازم تكون اقل من اكثر من السبعة. من كم لكم البطاريه يا شباب؟ 3.7. ايوه كده، 3.7 الى 4.5. الله يفتح عليك يا ابني. تمام دحين الموجب. طيب مع الموجب. ريح 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 كده. طيب فين الموجب؟ ها قيس اي قياس، ما تخافش، في عندك نحاستين، في عندك ذهبيتين هنا وهنا. لا يا راجل، ذهبيتين. ايوه عندك واحد هنا، واحد يمين واحد يسار. واحد يمين اهو، واحد يمين وادي واحد يسار. كم؟ صفر. تغير لا لا تغير. دقيقه، طفى. ده لازم بص كده. لا انت هنا مش واقف صح، شايف الذهبيه دي؟ اهي 77 الى 51. لا يا راجل، لا 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 66. اهو واحد كده. بس امسك الشاشه دي، شوف، خليك معاي، خليك معاه. بتبص كده على الايه؟ يا رب ما نجي اشوفك يوم العيد. 33 65. تمام حاضر. بص يا بطل، يا سلام، 3.81 يعني فوق السبعه، يعني مظبوط، يعني كويس، شغاله شغاله. 3.7 يعني 3.8 يعني شغاله. تمام كده. فاحنا عندنا كده ان احنا عرفنا كده ان البطاريه دي من هنا سليمه. من هنا؟ لا هنا، هذه البطاريه اهي، اللي هي فلات البطاريه. ايوه اللي هي. تمام ايوه، هذه وهذه. تمام، دي كده ايه؟ البطاريه. وضحت؟ عرفنا نقيس البطاريه ازاي؟ أيوة. طيب الاخوه برضو ايه المجموعه الثانيه، تعال ادي الجهاز وادي البطاريه. البطاريه عندي هنا، في نفحص البطاريه، نفحص. ايوه نفحص الايه؟ البطاريه. شوف عندك البطاريه هنا، في عندك نحاستين اهم، نحاستين اهم ذهبيتين. ايه الذهبيتين اللي هنا؟ ايوه الموجب والسالب. ايوه الله يفتح عليك. لا ايوه، لا السنه اللي على اليمين دي، دي ايوه دقيقه ما شاء الله. لا السنه اللي فوق يعني دقيقه مره. شوف تمام. ايه بس انا عشان دي والثانيه اللي اقصادها. ايوه لا اللي اقصادها اللي هي دي اهي 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 الزبيه دي اهي. لا دي كده على الارض اللي هي الفاضي دي كده. ايوه كم؟ 3.8 يعني 3.8 شغاله شغاله. بسم الله. فهمت يعني، فهمتني؟ ده اللي احنا خدناه امس. ايوه تذكروا اللي احنا خدناه امس، لان اللي خدناه امس هو الاساسيات. لو حفظتهم هتعرف تفحص اي جوال، تعرف يعيب اي جوال. تحت ترتيبهم. طب لو اقل؟ لا لو اقل نرجع نعكس. لو اقل ما تشغلش جوال؟ لو اقل من 3.7 ما تشغل اي جوال. ممكن يكون عندك الزبون البطاريه عنده فاضيه اصفار. اصبر شوف ما بتشغل. ايوه يسرع. يبقى دي اول مرحله ان احنا بنفحص البطاريه، عشان لو البطارية فاضية مش هتشغل جوال. ما بشتغل. ليش؟ شوف شوف شوف. تمام. سهلة سهلة. بس 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 نحاسة. أنا بكون أنا ببيع أنا. شوف هو بيكون. لا لا شوف شوف. هذه هنا. نحاسة هنا ونحاسة هنا. أيوة ذهبية هنا وذهبية هنا. آه كم؟
3.8 كم؟ 8 3.8 تمام؟ الله يفتح عليك. يبقى أول شيء عرفنا نفحصه اللي هي إيه البطارية. طب لو أنا عندي بطارية مثلا اللي هي السامسونج معروف السامسونج سهلة. أنت جبت حق الغسيل اللي بغسل فيها؟ لا والله ما جبتها الغسالة الغسالة لا ما جبتها تمام كده؟ عند البطارية بتاعت الجوال اللي هو السامسونج دي معروفة فين الموجب وفين السالب. سالب. دي ما فيش أسهل منها. أيوة والأقطاب موجودة فيها. تمام كده؟ طيب في عندك برضو ايه شيء تاني احنا فحصنا الايه الفحص المبدئي الاول ايه تمام كده بنخش على الفحص التاني انا مدام الجوال مش شغال معاي يبقى انا عايز افحص البورت اعرف ما انا كده كده فكيت اي البورد نفسها اللي هي خمس ايوه اللي هي ست غرف اللي هم الست غرف الشحن الشحن باور صوت واي فاي بلوتوث شاشه اضاءه شبكه باور بعدين بقى الواي فاي بص شحن باور صوت صوت شاشه سلام شاشه شبكه 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 شاشه اضاءه اللي هي الاضاءه بعدين والواي فاي والبلوتوث وضحت حلو تعالوا